السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجاب. بالله عليكم يا حبايب قلبي، ما اشتركش في القناة اشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي، قناة ام ليلى وطيور. النهارده يا حبايب قلبي انا حابة انوع معاكم الفيديوهات بتاعتي، انا مركز في فيديوهاتي على الطيور او الفقاسة وكده، عايزة انوع معاكم برضه، اوريكم احنا عيشتنا ازاي او عيش الفلاحين عندنا ازاي، فقلت انوع وياكم كل يوم يعني كده، اعمل لكم فيديو مختلف كده عشان ايه تشجعوني كده ان انا افضل معاكم على طول كده واتواجد معاكم على طول على القناه. فيعني عايزه كل حاجه انا بعملها عايزاكم تشاركوني فيها واعرفكم انا بعمل ايه او انا عشت ازاي او نظام ازاي يعني. فقلت بقى اشوف معاكم النهارده، احنا ما اكلناش سمك مشوي او اي نوع سمك بقالنا شهر بالظبط من ساعه ما تعبت، ما كناش اي نوع سمك خالص، ما دخلش بيتنا خالص، كنا مانعين السمك انه يخش بيتنا. فلسه اول يوم النهارده اجيب السمك بعد ما قمت بالسلامه كده، فعيالي بيموتوا في السمك البليمي، فجبت سمك بليمي بقى النهارده فهشويه معاكم في الفرن البلدي. وما ادراك بقى من السمك البليمي الصغير ده، فشوي بقى الفرن بيبقى حاجه روعه ومنتهى الجمال، وبيبقى عايز نار عاليه فوق وتحت لانه بيبقى سمك صغير. فانا هشويه معاكم النهارده يا حبايب قلبي في الفرن البلدي كده، فهولع بس الفرن كده. بس يا حبايبي ولعت الفرن والفرن قدح كويس، هبدا بقى ارص السمك على المطرحه. السمك بتاعنا اهو يا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. كان في جماعه لهم فراخ اللي هم فيهم الفراخ الهندي اللي قلت لكم عليهم، الست جت نادهت عليا وانا قاعده قدام الفرن، ببقى اتضايق بقى لما اكون في ايدي مصلحه زي دي ومولعه الفرن، ما ينفعش اسيب الفرن واقوم عشان الطيور وكده ما ينكشوش النار وتطلع على القش والحاجه اللي بره دي. فهي جت نادهت عليا فقعدت احمد ابني هنا قدام الفرن على ما رحت مشيتها وجيت، والست عايزه تقعد تستفسر عن كل حاجه، مش عايزه تقوم تمشي لما تستفسر عن كل حاجه. فقلت لها انا مش فاضيه لك، كان الفرن ولع وما انا مش فاضيه ان انا اقعد اتكلم معاكش يا ست، روحي وانا هتصل عليكي بالتليفون واقول لك افهمك اللي انت عايز تعرفيه. ما رضتش تقوم تمشي. التملحه بتاعتنا يا حبايبي زي ما انتم شايفينها كده، بسم الله ما شاء الله، شايفين التملحه غطى عليها بس عشان الفراخ. جيت لقيت احمد ابني مولع وعمال بيحط الحطب وقش في قلب الفرن عشان ما ينطفاش. ربنا يصلح حاله احمد يا رب، بينفعني في كل حاجه. هو بيتنرفز بسرعه بس ما بحتاجه في حاجه بلاقيه، ربنا يهديه يا رب هو واخواته واولاد المسلمين جميعا. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده برص على المطرحه كده عشان ما ياخدش معايا مكان، وايه واخلص بسرعه وهولع الفرن بقى من فوق ومن تحت، هيحمر لي السمك فوق وتحت زي بعض، لا اقلب ولا ناحي في نفسي. السمكه دي جميله جدا جدا وصحيه، صحيه عن السمكه الكبيره. وجوزي ولادي ما بيحبوش السمك الكبير، بيقرفوا منه، ما بجيبوش بس لان اذا كنت هعمله مقالي صلصه وكده او هقليه، اكتر من كده ما بدخلوش بيت لانه ما بيرضوش ياكلوا السمك الكبير، بيقرفوا منه، هما مدمنين سمك صغير. هو زي ما قلت لكم هو صحي عن السمك الكبير. عشان برص على المطرحه الفرن بياخد كتير اهو يا حبايبي. انا مولعه الرز بقى حطيته هناك على البوتاجاز، كنت في ايدي شغل هناك فقمت مولعه الرز جنب مني، سايباه يتردد بقى على مشوي السمك يكون هو اتردد. لو كان في وقت كنت انا جبت طبخت على القانون، بس ما عادش في وقت بقى عشان هما بيشطبوا شغلهم دلوقتي وهيخلصوا. يقول لك احنا عايزين نتعشى، احنا بناكل المغرب يا جماعه بعد ما بيخلصوا شغلهم، ما بناكلش الظهر لان هم في ايدهم شغل فما بنعرفش نقعد على الاكل الظهر، فكل واحد بيبقى في ايده شغلانه فما بنتلمش على الاكل الظهر مع بعض، فما بعملش بقى الاكل ايه الا المغرب، بناكل المغرب كلنا سوا بقى. نظامنا احنا هنا كده في الفلاحين الاكل عندنا بيبقى المغرب. شايفين السمك بدأ يحمر من تحت اهو، مجرد ما احط له شعل من فوق على طول، احط قش هيقوم يحمر من فوق على طول. الحطب عامل شغل معايا هيحمر السمك معايا بسرعه، وفي نفس الوقت ما يلزقش في ارض الفرن، لان الفرن بتاعك لو بارد السمك هيلزق منك مش هيحمر، مجرد ما يلزق هيقوم مهر على طول مش هتعرف تطلعيه من الفرن. اهو يا حبايبي ولعت الشعل من فوق اهو، اعلي بقى النار عليه من فوق لحد ما يحمر.
خلاص يا حبايبي اهو، ما عادش معايا الا شويه اللي في الصغيرين في الفرن دول. شوات الكميه دي، شايفين شكل السمك وجماله؟ بسم الله ما شاء الله، السمك حلو جدا جدا اهو. فاضل معايا الكميه دي، كل شويه نفر يجي ينده عليا. واحده برضو جات لي الوقت عايزين اروح امد لها حقنه، فقلت البنت بقى اقولها على ما تخلص هتيجي تديها لك، فهي عندي في البيت بره البيت التاني. قلت لها بقى يا بنت خليها تستناني على ما اخلص بقى ايه شوي السمك، لان ما اعرفش اقوم بقى واسيب السمك في الفرن. لو من حتى اللي قاعد بره ما ينفعش بقى ان انا اقوم واسيب السمك في الفرن، فقلت لها بقى تستنى على ما اخلص. دول اللي فاضلين بس هم يا حبايبي. التليفون بتاعي ما كانش راضي يصور، بتاع الوحده بتاع التخزين كانت ملانه، فعلى مسحت شويه كل من ناحيه وانا قاعده قدام الفرن. خلاص يا حبايبي خلصت اهو، ما عادش معايا حاجه، اربع سمكات بس اللي في الفرن هم بس بحمرهم. هبدا بقى ارص السمك بتاعنا ده، ان في ناس كتير جات لي قدام البيت وكل واحد جاي يندى عليا شويه، فانا هرص السمك بقى على السريع كده. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين الشطه الحمراء والليمون عاملين شغل جامد على السمك بقى. الف هنا وشفا اللي ياكل حاجه. البطه عايزه تشد مني السمك، وليلى بنتي ولا سالت فيا وتيجي تندى عليا وتمشي. خلفنا بنات وما خلفناش، ما بتقدرنيش مصلحه البنت دي خالص. اللي جايه تاخد حقنه معاها عيله صغيره، شالت بنت ليلى، بنت شالت بنتها ووقفت. هي حامل يا جماعه وبتاخد حقن عشان اكتمال الرئه بتاع الجنين، فهي بتاخد حقنه الصبح وحقنه المغرب. فهي بتجيني، جات لي امبارح في نفس الميعاد برضو وانا قاعده بخبز. التليفون سخن وعمال بيفصل. بصي يا حبايبي خلصت اهو السمك بتاعنا اهو، بسم الله ما شاء الله. انتوا عارفين دلوقتي انا نفسي في ايه؟ اجيب عيش بلدي واقعد اكل هنا قدام الفرن. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. بالف هنا وشفا اللي ياكل حاجه يا حبايبي. اتفضلوا بقى معانا سمك بلمي اهو، سمك من الاخر يعني، حاجه فاخر من الاخر اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. هبدا بقى خلاص الفرن، خلاص خلصت اهو، اعمل الفرن بقى اصلحه عشان بس ايه ابرد نار ايه في الفرن كده، عشان حرام ان انا اسيب ايه المكان العرصه كده حامله، لازم نمسحها كده وننضفها برده فيما بعد عشان ما اجي اعمل فيها حاجه ما يبقاش فيها زفاره برده، ولازم انا ابرد الفرن اهو يا حبايبي كده. خلاص خلصنا، هنضف بقى قدام الفرن كده عشان بس الطيور. اللي واقف بقى يستناني شويه بقى مش مشكله، لازم انضف قدام الفرن الاول قبل اي حاجه عشان الطيور، لان الطيور ملهاش امان، ممكن يبهدلوا لي الدنيا ابقى انا قمت من هنا هم يولعوا لي في الدنيا من هنا. عشان بس الحاجه دي وتاكلوا السمك يبقى تعبوا وشقرح على الفاضي. نضف بس قدام الفرن كويس. هما بقى لما في اي وقت لانهم عشان بس اروح امشي الناس اللي واقفه كده. نضفنا قدام الفرن، هبقى مطمنه لان احنا بقينا المغرب ما اضمنش بالليل حاجه تحصل كده، ابقى ايه مطمنه. خدت العجله دي كده، قفلنا خلاص كده. خلاص يا حبايب قلبي كده انا خلصت. الدور بتاعتنا لسه موجوده، لسه ما بعتهاش، ربنا يسهل بقى. الست هتجيلي يوم الخميس تاخد الدور بكلها، فربنا يسهل يا رب ويحسن السؤال كده. يا حبايب قلبي اكون وصلت معاكم نهايه الفيديو بتاعنا، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.